مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم حلوى بنوت كوكو وسهله واقتصاديه. تحضير هذه الوصفه نحتاج راح نعطيكم المقادير بكميه كبيره، وانا هنا استعملت كميه قليله. المقادير 250 غرام زبده، كاس سكر ناعم، واحده فاني، ملعقه فاني، زوج بيضات، وزوج صفار بيض، نصف كأس كاكاو بني، كأس نشا، ونصف باكي خميرة ونشيحو بالفرينة. هذه فيما يخص العجينة، وما زلت الحشوة كي نكملو العجينة درك نعطيكم مقادير الحشوة. هنا استعملت المقادير كمية قليلة فقط باش نوريكم طريقة التحضير. أنا هنا أنا استعملت 75 غرام زبدة، ملعقة سكر ناعم، ما نكثروش السكر الناعم لأنه هذه الحلوة راح نعسلوها لبعديكا، ملعقة صغيرة فاني، صفار بيضة، كاكاو ملعقة كاكاو بني، زوج ملاعق نشا، ونصف ملعقة خميرة. هذه الكمية القليلة فقط باش نوريكم طريقة تحضير هذه الحلوة. نخلطوا الزبدة، الزبدة دي ما تكون طرية، هنا نضيفو السكر الناعم، ونحرك كل المكونات. نضيفو الفاني، ان في هذه المرحلة نضيفو صفار بيضة، ونحرك المكونات، نضيفو كاكاو. هذيري فقط كي تستعملو الكاكاو، كاكاو لازم يكون نوعية جيدة. نديرو ملعقة صغيرة ونشوفو اللون تاع العجينة تاعنا، إذا شفناها محتاجة نزيدو لها. هنا أنا نفضل راح نزيد شوية كاكاو يجي لونها مليح، شوفوا اللون كيفاه ولا. احنا في هذه المرحلة نضيف نشا، ونحرك المكونات. هنا نبدأ بإضافة الفرينة، الخميرة، ونلم العجينة تاعنا. هذا هو شكل العجينة بعد ما لميناها بالفرينة، خلوها طرية شوي. ها الآن نمر لتحضير الحشوة. تحضير الحشوة نحتاجو 3 كيلات نوت كوكو، ربع كاس سكر عادي، ونلمها بياض البيض. حطوا المكونات، نوت كوكو، سكر،
نخلط السكر مع نواه كوكو، ونبدا باضافه بياض البيض تدريجيا حتى تتشكل لينا كويرات. تشوفوها تلمت، هذا هو الشكل اللي نتحصلوا عليه بعد ما نلمو نواه كوكو بالبيض. في هذه المرحله واش نديرو؟ نجيبو العجينه تاعنا، نديرو كويره صغيره، نفتحها هكذا، نجيبو القليل نواه كوكو ونلموها، نعيدو نكورو. هذا هو الشكل اللي نتحصلوا عليه. نجيبو الطبق تاع المعمول، نجيبو كيس بلاستيكي ونحطو الحبة تاعنا، نضغطو براحة اليد باش يخرج لنا الشكل من تحت، ونحو الساشي. ها هو الشكل اللي تحصلنا عليه. نكملو نفس الطريقة مع كامل الحبات تاعنا ونحطوهم في البلا. درك نحط الحبات تاعي يطيبوا في الفور، نرجعو نكملو باقي التزيين. هذا هو هذا هو شكل الكاطو تاعنا بعد ما طاب. درك واش نديرو؟ نجيبو عسل. توجور كي نجو نعسلو اي حلوى لازم تكون الحلوى تاعنا سخونة، العسل بارد ولا العكس. نحطو الحبة تاعنا في العسل، نعسلوها، نحطها هنا تسكتر نفس الطريقة. أنا نكمل كامل الحبات تاعي. الجاتو تاعنا بعد ما كملت عسلته، اخترت حبات ندير ليهم في المثال شوكولا وحبات نوات كوكو. نقسم لكم حبة باش تشوفوا. أتمنى أنها تعجبكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو حطونا لايك وتشتركوا في القناة مع تفعيل الجرس، يعني نضغطوا على الجرس مش أي فيديو نهبطه يوصلكم مباشرة. نتلاقيه في الفيديو القادم إن شاء الله.